كشف مركز محمد براشد للفضاء اليوم عن اختيار عبد الله الحمادي وصالح العمري ليكونا أول رائدي فضاء إماراتيين يشاركان في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء المهمة رقم واحد ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة والتي تمتد لثمانية أشهر في المجمع التجريبي الأرضي في معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو في روسيا.